أيها الحضور الكريم، أولاً وفي البداية وبدوري أريد أن أهنئ جميع المغاربة على احتضان المغرب إن شاء الله لتظاهرات 2025 و 2030. وبهذه المناسبة تكون مناسبة الشكر جزيل لكل من وضع ثقته في لتحمل هذه المسؤولية التي هي مسؤولية غير سهلة، لأنه نيابة رئيس أكبر مدينة في المغرب لها تكلها. وبهذه المناسبة كذلك كنشكر السيدة الرئيسة والسيدة والسادة النواب والسيدة والسادة الأعضاء اللي اشتغلوا خلال هذه السنتين اللي مرينا منها، وخصوصا بعد الخروج من جائحة كورونا. كنشكرهم على الجهد اللي قاموا به وعلى العمل اللي قاموا به. ليس بالسهل ما مرينا به خلال كورونا وما بعد كورونا، هذه سنتين فكان عمل جد دؤوب للجميع، جميع الفرق. وحنا يمكن نفتخروا لانه البيضاويين كلهم كيفتخروا بهاد الناس اللي تقوا فيهم وبهاد الناس اللي كيسيروا الشان العام ديالهم. حقيقه مازال الكثير امامنا، نحن مقبلين على كما قلت تظاهرات كبرى، والدار البيضاء خاصها تكون في الموعد، الدار البيضاء خاصها تكون بالوجه اللائق اللي غادي يكون يحمر ان شاء الله الوجه امام الامم. فالمطلوب منا ان شاء الله مستقبلا تضافر الجهود وتضافر التحالف الودائر وتضافر الجهود بين الفرق المسيره لمدينه الدار البيضاء، لانه تحديات كبيره وتحديات غتكون جدا صعبه. فكنطلب انا من جميع الاخوان وعلى راسهم الاخت الرئيسه باش ان شاء الله نقوموا بوضع برامج مستعجله، لانه الوقت ما عندناش كيفرقنا على 25 بزاف، و30 حتى هو راه قريب جدا وخاصها تجي تشلينا في التاريخ ديالنا كامل. مره اخرى شكرا جزيلا للجميع، وان شاء الله انا راه الاشاره ديال الجميع في كل ما يخص مدينه الدار البيضاء ومقاطعه الشوق ومقاطعات اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.